منك المعذرة والسماح. شو؟ ما سمعت، ممكن كرر؟ بدي منك السماح دكتور. معقولة؟ أنت بتطلب المعذرة؟ وسماح كمان؟ شو صاير بالدنيا؟ شو فيها دكتور؟ ليش هيك مستغرب؟ من أيمتى هالروح الوديعة سيد إسلام؟ يبدو في تحسن بصحتك. إيه والله عم تخوفني دكتور، وكأنه حالتي مستعصية يا أخي. خبرني عن شو بدك تعتذر؟ غلطت علي؟ كذبت علي؟ أسأت إلي؟ لا لا دكتور مو هيك. لكان لشو؟ يا سيدي بالجلسة اللي حكينا فيها عن قضاء الحاجة وعن التبني خبرتك إنه المعلومة غلط؟ لا لكان لشو؟ المعلومة ناقصة دكتور، وللأمانة العلمية الواحد لازم يحكي الحق كاملا دكتور. يا أخي القاضي راضي وأنا ما بدي أسمع البقية، منيح هيك؟ لا دكتور ما بيصير، لازم تسمع حتى ريح ضميري. طيب أحكي بالتبني بدون موضوع قضاء الحاجة لأنه مقرف. طيب دكتور، أنا حكيتك إنه قلب الرسول هف لزينب مرت ابنه بالتبني زيد. إيه نعم، شافها متكشفة وحبها من أول نظرة. وبعدين طلقها زيد وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، هاد اللي صار. وبعدين حتى الناس ما تحكي طالع نازل وتقول إنه الرسول تزوج مرت ابنه، قام الله بعت جبريل وبعت معه بعض الآيات حتى يحرم التبني. وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فهمنا، ضروري تعيد القصة كلها. وين النقصان بالمعلومة؟ في معلومتين نسيت أقولهم دكتور. أولا نحن استبدلنا التبني بشيء اسمه كفالة اليتيم، يعني بيصير آخذ اليتيم وعيشه بس ممنوع أعطيه اسم العيلة. وليش بقى؟ شو الفرق؟ دكتور إذا الولد بالمستقبل تزوج وطلق مرته ما بيصير أنا أتزوج مرته إذا كان على اسمي، لأنه هيك بتصير الناس تحكي علينا يا أخي. تفوه على هيك أفكار قذرة. إيه علينا، رجعنا للإهانات دكتور. عفوا فلتت مني، تابع. وثانيا يا دكتور نسيت خبرك أنه الأمر خطير وله عواقب وخيمة. مثل شو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. يعني مئات الآلاف من الأيتام اللي تم تبنيهم رايحين على جهنم؟ إيه نعم، مو أنا عم أقول، هذا الرسول دكتور. لمجرد أنه انتسب لعائلة اللي تبناه؟ ايه دكتور، الله ما بيريد يحرم ابو الولد الحقيقي انه ابنه ينتسب له. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. طيب بلكي ابوه الحقيقي مجهول، تتركوا الولد بدون حسب ونسب وتحرموه من حقوقه المدنية؟ هذا قضاء الله دكتور. اسمح لي، هذا قضاء غير عادل وغير انساني. احسبها مثل ما بدك. وغير هيك اذا انا نسبت اليتيم للعائلة معناتها بيصير يفوت على بناتي ونسواني ويختلي فيهم ويبصبص عليهم، وهذا لا يجوز. ما قلت لك فكرك جنسي وواطي؟ رجعنا للإهانات. عفوا. وثالثا إذا سميته على اسمي بيصير يورثني. هاي كلها حجج واهية. السبب الأساسي هو تحليل زواج الأب من حليلة ابنه بالتبني، ما بتمره إلا على الجهال سيد إسلام. قصدك أخونا زيد بن حارثة كان جاهل؟ يا جاهل يا خايف يا خجل من الرسول. قصدك الرسول بيعمل إشياء بتخجل دكتور؟ لا تقولني ما لم أقل يا سيد إسلام.